السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today our lesson is period 1 in unit 1. درسنا اليوم إن شاء الله الدرس الأول في الوحدة الأولى. Learning styles، أساليب أو أنماط التعلم. Read the text below، اقرأ النص في الأسفل. Then complete the tasks on page 5. بعد ذلك أكمل المهام الموجودة في صفحة 5. Before reading the text, we are going to see or discuss these pictures. قبل أن نقوم بقراءة النص، سوف نشاهد أو نناقش هذه الصور. We have the word oral. لدينا هنا كلمة oral. 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 Oral relates to audio. Relates to audio. يتعلق بالاستماع. We use it to describe the person who tend to study while hearing a music or explanations. نستخدم كلمة oral لنصف الشخص الذي يميل إلى الاستماع إلى الموسيقى أو إلى الشروحات أثناء الدراسة. كما نشاهد هذه الفتاة في الصورة التي تدرس، فهي تفتح كتابها وتمسك بقلمها وتكتب على دفترها بينما تضع سماعات الأذن، وتبدو مبتهجة، فيبدو أنها تستمع إلى الموسيقى أو ربما تستمع إلى شروحات عن الدرس أو تتعلق بالدرس الذي تقوم بقراءته. So we use oral to describe the person who tend to study while listening something. نستخدم كلمة oral لنصف الشخص الذي يقوم بالدراسة بينما يستمع إلى شيء ما، وغالبا يكون إما موسيقى أو شرح الدرس الذي يقوم بالاستماع إليه. Picture number 2. Solitary. 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 We use solitary to describe the person who tend to be alone. نستخدم كلمة solitary لنصف الشخص الذي يميل إلى أن يكون بمفرده. Here we concern about the person who tend to study alone. يهمنا هنا الشخص الذي يميل إلى أن يدرس بمفرده. He doesn't like to study with others. لا يحب أن يجلس مثلا مع أصدقائه أو مع آخرين ليدرس معهم. As we see this student, كما نرى هذا الطالب أو نشاهد هذا الطالب في الصورة. He is studying alone. So he is solitary. Picture number 3. Physical. 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 Physical relates to physics. Relates to physics or to bodies. يتعلق بالفيزياء أو بالأجسام. We use it to describe the learner who tend to study while doing something. نستخدم كلمة physical لنصف الشخص الذي يميل إلى الدراسة بينما يقوم بعمل شيء ما. In most time, this thing is something relates to movement. في معظم الأحيان يكون هذا الشيء يتعلق بالحركة. مثل المشي مثلا، أو مثل هذا الطالب الذي يدرس بينما يقوم باللعب على الآلة. إذن هناك من الطلاب من يحب أن يتحرك أثناء الدراسة أو أن يقوم بعمل شيء ما أثناء الدراسة، كما سوف نتعلم في هذا الدرس. Now picture number 4. Social. Social. Social relates to society.
يتعلق بالمجتمع، يتعلق بالمجتمع generally بشكل عام. We use social، نستخدم social to describe the person who tend to be with others، لنصف الشخص الذي يميل إلى أن يكون مع الآخرين بشكل عام. أما هنا في عالم الدراسة والتعليم فإننا نستخدمها to describe the student who tend to study with others، لنصف على الطالب أو الطالبة الذي يميل أو تميل إلى الدراسة مع الآخرين. فهناك من الطلاب من لا يحب أن يدرس بمفرده. فإذا هنا كلمة social تأتي ك opposite لكلمة solitary في الأعلى. فكما نشاهد هنا الطالبات اللاتي يدرسن معا. Picture number 5. Visual. 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 Relates to vision. يتعلق بالبصر أو بالرؤية. We use it here to describe the students who likes to study or tend to study while watching pictures, diagrams, tables. لنصف الطالب الذي يميل إلى الدراسة من خلال مشاهدة الصور والمخططات والجداول. فهذا الطالب يوصف بأنه visual، يحب أن يتعلم من خلال البصر. Okay, now to the text. Most experts agree that there are three basic learning styles. معظم الخبراء يتفقون على أنه يوجد هناك ثلاثة أنماط التعلم، ثلاثة أنماط رئيسية أو ثلاثة أساليب رئيسية للتعلم كما يظهر هنا. يوجد لدينا on the left على اليسار كلمة visual، in the middle oral في الوسط كلمة oral، and on the right physical وعلى اليمين كلمة physical. قلنا visual relates to vision، يتعلق بالاستماع سوري بالمشاهدة أو بالرؤية فهي تعني بصري. Oral relates to audio، يتعلق بالسمع فهي تعني سمعي. Physical يتعلق بالجسد وبالحركة فهي حركية. وبين السهمين يوجد أيضا social and solitary، اجتماعي وانعزالي. إذن أساليب التعلم الرئيسية هي ثلاثة كما مذكور في in the topic sentence في الجملة الرئيسية في هذا الدرس، وأيضا من أنماط التعلم social و solitary. دعونا الآن نقرأ الدرس. Okay. Visual learners prefer learning by seeing. المتعلمون البصريون يفضلون التعلم بواسطة المشاهدة. Either through reading or with pictures and other images. إما بالقراءة أو بالصور الأخرى. Oral learners learn best by hearing words or music. المتعلمون السمعيون يتعلمون بشكل أفضل بواسطة الاستماع إلى الكلمات أو الموسيقى. While physical learners tend to use their bodies and sense of touch. بينما يميل المتعلمون الجسديون إلى استخدام أجسامهم وبالإضافة إلى استخدام حاسة اللمس. Sense of touch تعني حاسة اللمس. Between brackets بين القوسين يوجد لدينا learning by doing، التعلم من خلال العمل، فهو عندما يقرأ عن تجربة ما يقوم بتنفيذها.
هذا هو المتعلم الجسدي، ينفذها لكي يتعلمها، فهو يستخدم حاسة اللمس، يستخدم يديه مثلا أو الشم أو جميع حواسه. No matter which of the three basic groups you are in، لا يهم إلى أي المجموعات تنتمي. You may work best either on your own or with others. ربما تعمل بشكل أفضل عندما تكون إما بمفردك أو مع الآخرين. But obviously it's impossible to be both a social and a solitary learner. لكن من الواضح أنه من المستحيل أن تكون الاثنين معاً، متعلماً اجتماعياً وانعزالياً في آن واحد. يعني لا نستطيع أن نصف الإنسان أنه اجتماعي وانعزالي في آن واحد. إن هو إما اجتماعي أو انعزالي، سواء في الحياة بشكل عام أو في التعليم. فهو إما أن يحب أو يميل إلى أن يدرس مع الآخرين، أو أن يكون يميل إلى الدراسة بمفرده. فلا يصح أن نستخدم كلمة social و solitary لنصف شخص واحد. Paragraph number two، الفقرة الثانية. In reality، في الحقيقة، though، بالرغم من ذلك، a person's own learning style is neither simple nor fixed. أساليب التعلم المتعلقة بالشخص، أساليب التعلم الخاصة المتعلقة بالشخص، ليست بسيطة ولا ثابتة. Each of us has a mixture of learning styles. لكل منا مزيج من أساليب التعلم. هنا يعني أن الشخص الواحد بإمكانه أن يستخدم أكثر من أسلوب، وهو أحيانا ربما يحب أن يستمع، أحيانا يحب أن يرسم، أحيانا يحب أن ينفذ تجربة. فالشخص الواحد من الممكن أن يتمتع ويستخدم من أكثر من أسلوب في التعلم. Many people find that they have one style that suits them best. معظم الناس يجدون أن هناك أسلوب تعلم واحد يناسبهم بشكل أفضل، يعني يميلون إلى استخدام واحد ويرون أن هذا الأسلوب ناجح معهم في تعلم جميع الأشياء. While others use different styles according to what they are studying، بينما يستخدم آخرون أساليب تعلم مختلفة باختلاف ما يتعلمونه. يستخدم آخرون أساليب تعلم مختلفة تختلف باختلاف ما يتعلمون، أو تتنوع باختلاف ما يتعلمون، أو بحسب ما يتعلمون أو يدرسون. أي أن مثلا يستخدم الشخص أسلوب تعلم في مادة الرياضيات يختلف عن الأسلوب الذي يتعلمه مثلا في دراسة اللغة الإنجليزية أو دراسة اللغة العربية. أو أسلوب تعلم في العلوم يختلف عن ذلك الذي يستخدمه في تعلم التاريخ. فالمادة الدراسية تحدد أسلوب التعلم الذي نستخدمه أحيانا أو في معظم الأوقات. ليس من الضروري أن يتبع الإنسان أسلوب تعلم واحد أو أن يتمتع الإنسان بأسلوب تعلم واحد، فالأساليب أحيانا تتنوع باختلاف ما ندرسه. Also you can make efforts to improve your learning in styles that you are less good at. أيضا بإمكانك أن تبذل جهدا لتحسن من تعلمك في الأساليب التي أنت لست جيدا بها أو قليل الجودة بها. هنا يعني أن هناك مثلا إنسان يحب مثلا كما تظهر في الصور، يحب أن يتعلم أثناء القيام بنشاط جسدي. هذا الإنسان مثلا لا يميل أو لا يتقن التعلم بينما يكون جالس وثابت، ولكن بإمكانه أن يفعل ذلك. وكذلك الإنسان الذي يتعلم وهو في حالة سكون وهدوء، من الممكن أن يتعلم أثناء
القيام بنشاط جسدي، أو مثلا متعلم السمع من الممكن أن يتعلم من خلال استخدام الطرق البصرية. إذن ليس من الضروري أيضا هنا أن يستخدم الإنسان أسلوب التعلم الذي يميل إليه فقط، ولكن ممكن أن يحسن أساليب التعلم الأخرى، أن يستخدم أساليب تعلم أخرى حتى وإن كان يشعر أن في البداية أنها غير مجدية معه أو أنها متعبة، ولكن يمكن أن يطور أداءه بها. Now to the questions، إلى الأسئلة. Okay. What is most helpful for oral learners؟ ما هو أكثر شيء مساعد بالنسبة للمتعلمين السمعيون؟ أكثر شيء مساعد بالنسبة للمتعلمون السمعيون هو pictures الصور، written texts النصوص المكتوبة، music and sounds الموسيقى والأصوات، of course music and sounds. Number two. What is most helpful for visual learners؟ ما هو أكثر شيء مساعد للمتعلمين البصريين؟ A. loud reading القراءة العالية، B. charts المخططات، C. lecture المحاضرة. طبعا charts المخططات. Number 3. Complete these sentences with words and phrases from the text. أكملي الجمل بكلمات وعبارات من الدرس. Learners may be either social or solitary, but not both. المتعلمون إما أن يكونوا اجتماعيون أو انعزاليون. Learners may be either social or solitary, but not both. لكن ليس الاثنين معا. Number two, physical learners, المتعلمون الجسديون, tend to يميلون إلى learn by doing something practical, إلى التعلم بعمل شيء تطبيقي أو شيء عملي. Number three. Some people vary their ways of studying. بعض الناس ينوعون من أساليب أو طرق تعلمهم according to the subject they are learning. حسب المادة التي يتعلمونها. Which learning styles are most suitable for these students? أي أساليب التعلم مناسبة لهؤلاء الطلاب؟ So here we have a number of students. لدينا هنا عدد من الطلاب. Each one is talking about himself or his way of learning. كل طالب يتكلم عن نفسه أو عن الطريقة التي يتبعها في التعليم أو يتحدث عن نفسه، ونحن علينا أن نذكر ما هي. هذا الكلام ينتمي إلى أي أسلوب تعلم أو أي أسلوب تعلم يستخدمه هذا الطالب. Number one, I'd rather show you how to do it than explain it. أفضل أن أريك كيف تعمله على أن أشرحه. يعني سأريك طريقة عمل شيء بدلا من أن أشرحها لك. طالما أنني أريد أن أعمل وأنت تشاهدني، أنت فيجيور طبعاً لأنك سوف تشاهد، أما أنا فأكون هنا طبعاً فيزيكال ليرنر. إذن هنا أسلوب التعلم فيزيكال، وهذا الطالب يمكن وصفه بأنه فيزيكال ليرنر، متعلم حركي أو جسدي، لأنه سوف يستخدم حواسه، سنس أوف تاتش، أو ليرنينج باي دوينج، يتعلم من خلال عمل الأشياء كما ورد في الدرس. Number two. This girl says، تقول هذه الطالبة، I am quite good at hearing. أنا جيدة في الاستماع. At hearing what؟ في الاستماع إلى ماذا؟
differences in how people speak. أنا جيدة في الاستماع إلى الفروقات في كلام الناس. يعني تركز في كلام الناس وتعرف الفرق وتستطيع أن تقارن بين كلامهم مثلا أو تعرف الفروقات بين كلام الناس. Hearing الاستماع فهي تعني أنها oral learners. إذا أسلوب التعلم هنا oral. Number three, I find it hard to focus on my own. أجد صعوبة في التركيز بمفردي. Can I study with you, please? ممكن أدرس معك من فضلك؟ هنا لا أستطيع أن أدرس بمفردي. So, I am social. Learning style, social. اجتماعي، هذا طالب اجتماعي. Can't study alone. لا يستطيع أن يدرس بمفرده. He can't focus. لا يستطيع التركيز. The last one. I often draw diagrams to help me understand ideas. أنا دائما أدرس. Sorry. أنا دائما أرسم المخططات to help me understand ideas. لتساعدني على فهم الأفكار. طالما أنني أرسم. أرسم صور، أرسم مخططات أو جداول، فهنا learning style أسلوب التعلم visual. Now here we have a summary for our lesson. لا يوجد لدينا هنا ملخص على شكل مخطط. من يمكننا أن نقول أن هذا المخطط يناسب المتعلمين البصريين أو يناسب الجميع، ولكن نريد أن نطبق على الدرس. يوجد هنا لدينا مخطط بأهم المعلومات التي وردت في الدرس. Learning styles أساليب التعلم. As we said, we have three basic learning styles. يوجد لدينا ثلاثة أساليب تعلم رئيسية. The first one is visual learners or ثلاثة أنماط من المتعلمين. Visual learners المتعلمين البصريين. Oral learners المتعلمين السمعيين. Physical learners المتعلمين الجسديين. Now, okay. Visual learners tend to prefer reading. يفضلون القراءة. فهم يشاهدون ما يقرؤونه. And they prefer or tend to use pictures ويميلون إلى استخدام الصور. Oral learners المتعلمين أو متعلمون السمعيون learn by hearing يتعلمون بواسطة الاستماع. الاستماع إلى ماذا؟ Either to words إلى الكلمات or to music استخدام الموسيقى. Physical learners tend to use their bodies يستخدمون أجسامهم يميلون إلى استخدام أجسامهم and their sense of touch. يوجد لدينا أيضا المتعلمين who are social and who are solitary. يوجد لدينا متعلمين اجتماعيين ومتعلمين انعزاليين. كما قلنا الاجتماعيين أو الاجتماعيون يميلون إلى الدراسة مع الآخرين to study with others، بينما solitary learners prefer to study alone يفضلون الدراسة بمفردهم. The next or the last in the last information here آخر معلومة هنا. The last thing we have here آخر شيء هنا. أساليب التعلم يصفها بكلمتين أنها not simple ليست بسيطة and not fixed وليست ثابتة. ليست ثابتة لأنها تختلف باختلاف المادة وتتغير باختلاف المادة وتتغير باختلاف المرحلة العمرية. فالطالب عندما يكون في المرحلة الابتدائية يستخدم أساليب تعلم تختلف عن تلك التي يستخدمها في الإعدادية، تختلف عن تلك التي يستخدمها في الثانوية، تختلف عن تلك التي يستخدمها في الجامعة وهكذا. So here we have finished. Thank you very much and goodbye.